عن المعارضة المعتمدة على العنف لسنا معها في شيء، ونحن نستنكرها وندينها ونضادها، ودعوتنا متكررة لاجتنابها والابتعاد عنها. والحراك الشعبي في طابعه العام، والحراك الشعبي هنا في البحرين في طابعها العام في طابعه العام وواقعه الإجمالي، لم يقع اختياره على هذا الضرب من المعارضة في يوم من الأيام. ونحن في الموقف المجانب بكل وضوح وصدق وصراحة لأساليب العنف والإرهاب، كان هناك تهويل من السلطة أو لم يكن، وجد افتعال في أخبار الإرهاب أم لم يوجد، دعوتنا لكل الشعب الكريم أن يتجنب العنف والإرهاب، ولا نراه يعدل أبداً عن هذا الطريق. ما رأيناه عدل وما نراه أنه سيعدل عن هذا الطريق. دعوتنا لكل الشعب الكريم أن يتجنب العنف والإرهاب، وأن يلتزم أسلوب السلمية كما كان. نحن ندين إرهاب السلطة وأساليب العنف التي كثيراً ما مارستها ولا زالت تمارسها بألوان ومستويات متعددة، قد فرغت جهات معنية من توثيقها، ومنها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السلطة، ومؤسسات حقوقية مشهود لها، ومحافل دولية ملزمة كلمتها للسلطات. وندين أي أسلوب وأي مستوى من مستويات العنف والإرهاب لو صدر من أي جهة من الجهات الشعبية وأي فرد من أفراد الشعب من كل الانتماءات والتوجهات من موالاة ومعارضة على حد سواء. وهذا لا يعني أبداً أننا نوقع على صحة الرواية الحكومية المتكررة عن حوادث العنف والإرهاب بعد تكرر انكشاف بطلان الكثير منها، وبعد توقيتاتها المختارة بعناية سياسية ملحوظة متميزة. ومع إدانتنا لكل الظلم والعدوان، أمر ثالث يجعلنا لا نوقع على صحة الرواية الرسمية بشأن أحداث العنف والإرهاب، فإن هذا يأتي في ظل ما يقرأ المرء من قلب الحقائق مما يتعلق به نفسه، ومما يتوجب شجبه من كل المنصفين وأصحاب الضمير الحي والحس الوطني والمنادين بالحقوق. هذا التهديد والوعيد بالمحاكمة والسجن والعقوبة الصارمة والطرد من الوطن والتخويف بلغة التهديد والتخويف بلغة الحديد والنار والقوة الباطشة عند إطلاق أي كلمة حرة أو رأي يعبر عن إرادة الإصلاح والمطالبة بالحقوق، وأي صوت يذكر حق الاحتجاج والتظاهر السلمي البعيد عن العنف. وهذا ما عليه السلطة ووسائل إعلامها، وإلا فبأي شيء يستحق السماحة الشيخ علي سلمان وأمثاله حملة بعد أخرى من حملات التهديد والوعيد المكثف، وهم الذين ما دعوا لمسيرة أو اعتصام أو أكدوا على حق الاحتجاج والتعبير عن الرأي السياسي إلا وشددوا على الالتزام بالسلمية. ختاماً، نحن ندين أي تفجير يحصل فعلاً ومن أي جهة ولأي غرض، وندين ما دون التفجير بمراتب وندين كل صور الإرهاب والعنف من ممارسة السلطة أو أي جهة أو فرد من جهات الشعب وفئاته، موالاة كانت
أو معارضة، ونعتبر أن الاستكبار على الإصلاح وأن تأخيره كذلك جريمة في حق الدين والوطن وكل المواطنين، وكل الوضع لا يسوغ للسلطة أن ترتكب.